بدي رحب بباسل البيك صاحب مصطبة نهرية. يسعد صباحك باسل، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباحك يا رب. صباح الخيرات. شو هالاجواء الحلوه يا باسل؟ يعني شفنا بالتقرير والله اشتهينا. والله بالشرف وانت ما بدكم. تسلم يا رب كلك ذوق. تخبرنا عن توزع المساحات اليوم او المصطبات النهريه بالمنطقه عندكم، وكيف بتتم الاجواء؟ كيف بتكون الاجواء الصيفيه كدرجات حراره؟ يعني هاليوم ما في ولا بركه بالنهر، فاضيه من الجو الحار. بركة برودة، جو طبيعته برودة، يعني ما انه الشوب الزيادة، يعني بقلب البلد يكون الشوب الزيادة او نيجو برودة. العالم تقصده من كل مكان، يعني ما المنفس الوحيد تقريبا للمحرر هلا حاليا. حلو، قد ايه تقريبا في لنقول مساحات نهرية هنيك؟ كيف تتوزع بالمناطق؟ قد ايه عددها؟ وهل كلها عم يقصدوها الاهالي او حتى بمنشطه، يعني فيها نشاطات؟ هي المساحات كبيره، يعني مخدمه الحمد لله من جميع، بس الطريق شوي يعني ما معبد الطريق. وكل شيء فيه مخدم، كالكهرباء كالانترنت ككذا مخدمه. بس اكثر ما في انه الطريق ما مخدم. يا قديش عمل فرق باسل وجود الاشخاص اللي يعني مثلكم اللي عم يعملوا المكان مخدم، موجود فيه بشماسي، موجود فيه مثل ما قلت حتى انترنت، قديش عم ياثر وعم بيخلي الناس فعلا ترغب انه تجي على هذا المكان؟ والله الحمد لله رب العالمين، يعني عملنا شيء حلو هالسنه هون، يعني اول مره بنعمله بقفله، يعني عدلنا البركات، عدلنا المصاطب، يعني احلى من اول ما كنا عاملينها هيك. يعني صار نظام مسبح بس مكشوف، يعني عن النهر الابيض. قد ايه مهم؟ تقصدوا اكثر؟ قد ايه بتحس مهم اليوم؟ يعني تقصدوا اكثر من المسبح؟ كيف تفضلي؟ قد ايه بتحس انه اليوم مهم، يمكن مثل وجود هيك متنفس للاهالي بهي المناطق؟ كثير مهم، كثير. يعني بيطلبوا منكم مثلا شغلات اضافيه غير الموجوده، غير الخدمات اللي عم تقدموا لهم اياها؟ لا، الخدمة كاملة، يعني ما في أي شيء ناقص. طب هل بيكون يعني في تواجد عائلي باسل أكيد أكيد أكيد. تواجد العائلي أكثر من الشبابي، يعني تواجد العائلي بالمنتزهات أكثر من الشبابي. نتمنى لكم يعني كل التوفيق. في شيء حابب تضيفه باسل؟ يعني حلاوته للنار الابيض انه للاطفال وللعائلات احسن من، يعني اكثر من الشباب مخدم. يعني طبعاً. لانه نحن بنشوف يعني انه احيانا ببعض المناطق خاصه الجمال اللي موجود بالطبيعه دائما مجموعه من الشباب. تماما، مجموعه من الشباب. ف يعني حلو يكون في تواجد عائلي بصبايا بعائلات مع بعض رايحين ينبسطوا بهذا الشوب. يعني موجود بس انه الاعلام ما بيسلط الضوء علي، يعني موجود او هن ما بيسمح للاعلام يسلط الضوء علي. بس هل بتلاقوا في صعوبات؟ في شيء ما نكون قادرين يمكن تامنوه، او مشاكل بهذيك المناطق بتخديم هي يمكن الاراني؟ هي الصعوبات بس مثل ما بلقت الطرق ما معبده مظبوط، ما اكثر، يعني كل شيء الخدمات كلها موجوده هونيك، بس الطريق ما أنا معبد. يعني يمكن الطرقات للوصول لهي الاماكن لو بتتعبد بتحس انه رح يصير في رغبه اكثر لزياره المكان. اكيد اكيد اكيد، حياه ثانيه. شكرا كثير لك، وانبسطنا بوجودك معنا بصباح سوريا باسل بيك صاحب مصطبه نهريه. شكرا لك، نهارك سعيد، كل التوفيق. ونهارك سعيد يا رب.